هل تعلم ما هي أعلى قمة جبلية في العالم؟ يعتبر جبل إيفرست أعلى جبل على وجه الأرض، حيث يرتفع حوالي 9 كيلومترات عن سطح البحر، وهو أحد الجبال التي تتكون منها سلاسل جبال الهيمالايا على حدود الصين والنيبال وشمالي الهند. سمي جبل إيفرست بهذا الاسم نسبة إلى الإنجليزي سير جورج إيفرست الذي اكتشف هذا الجبل في عام 1856، ووصفه بأنه أعلى الجبال، وذلك عندما كان يعمل مخططاً عاماً بالهند.